تقديرا للجهود الدؤوبة التي يبذلها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تلبية لتطلعات الشعب الجزائري الشقيق وتحقيق آماله. المساهمة المتميزة لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون في مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى مستوى طموحات الشعبين الشقيقين. وعملا بمجلة الأوسمة، قرر رئيس الجمهورية التونسية والنقيب الأكبر للأوسمة الوطنية تقليد سيادة الرئيس عبد المجيد تبون نادى الكبرى من الوسام الوطني للاستحقاق